جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيين المولى سبحانه ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والرفعه والتقدم.